طيب نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. وعدد كبير من المواطنين من مختلف الفئات العمرية شاركوا امبارح في ماراثون بيئي، ماراثون بيئي الثاني بمحافظة الإسكندرية، وده ماراثون الهدف منه التوعية بالحفاظ على البيئة، وبيتم تنفيذه في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ العالمي واللي هيتعمل في شرم الشيخ. معنا على التليفون دلوقتي دكتور سامح رياض، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، صباح الخير استاذ جمانة، صباح الخير استاذ احمد، وشكرا على الاستضافه، وصباح الخير لجميع الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. في البدايه خلينا نتكلم مع حضرتك عن الماراثون الثاني، ايه ظروف الاختلاف بينه وبين النسخه الاولى، نسبه المشاركه فيه، يعني لو تقول لنا بعض التفاصيل عنه. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان احنا عندنا تكليفات من معالي وزيره البيئه الاستاذه الدكتوره ياسمين فؤاد بتكثيف الحوار الوطني والتوعية بالتغيرات المناخية وتأثيرها على مصر والتأثيرات السلبية اللي ممكن نجابهها لو ما كناش ناخد الإجراءات اللي بتقوم بيها الدولة حاليا. فمن ضمن الفعاليات اللي بنقوم بيها في اسكندرية هي التوعية البيئية بالتغيرات المناخية. الماراثون هو عبارة عن وسيلة غير تقليدية لتوصيل الرسالة التوعوية للمواطنين والشباب بشكل سريع وشكل متميز، ويلفت نظرهم ويعرفهم يعني ايه مشكله التغيرات المناخيه، ويعرفهم ازاي ايه هي الوسائل اللي احنا مطلوب ان احنا ننفذها كمواطنين عشان الحمايه من التغيرات المناخيه. الجديد في الماراثون السنه دي ان شارك فيه عدد كبير جدا من الشباب من الفئات العمريه المختلفه، العدد وصل لحوالي 500 مشارك، والجري كان من منطقه قلعه قايتباي لغايه مكتبه اسكندريه. وطبعا تم اختيار الاماكن دي بعنايه عشان قلعه قايتباي كانت من الاماكن اللي ممكن تتاثر بسبب زياده منسوب سطح البحر وبسبب التغيرات المناخيه طبعا. والدوله الحقيقه من خلال عدد كبير من المشروعات تم تنفيذها، عملت مشروعات لحمايه المنطقه دي، مش بس منطقه القلعه، لا ده عملت مشروعات ضخمه من خلال هيئه حمايه الشواطئ وزاره الموارد المائيه والري لحماية كل شواطئ اسكندرية وكل شواطئ ساحل البحر المتوسط لمصر. فالحقيقة الفعاليات دي هدفها الرئيسي ان احنا نوصل الرسالة دي والشباب يبقوا جزء معانا من الحل اللي بيوصل له المعلومة. طيب. مش بس الشباب لكن كمان المواطنين الموجودين بطول الكورنيش اللي بيشوفوا الشباب وهو بيجري. دكتور خلينا اسال حضرتك هنا سؤال يمكن بيتردد على اذهان المتابعين لينا الان، فكره ان دايما البعض بيرى ان ربما يعني صاحب الدور الرئيسي والفاعل في التغيرات المناخيه هم رجال الاعمال او المعنيين بالصناعه تحديدا، وهنا هسال حضرتك عن اهميه دور الشباب في مواجهه ظاهره التغيرات المناخيه والتصدي لهذه الظاهره تحديدا. هو طبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا عندنا التصدي لظاهره التغيرات المناخيه فيها شقين، شق التخفيف وشق التكيف. نعم. شق التخفيف مصر كل اللي بتشارك بيه من غازات الانبعاث الحراري او الاحتباس الحراري هم 6%. فاحنا مش بس بنركز على اجراءات التخفيف لكن احنا بنركز كمان على اجراءات التكيف من مشكلات التغيرات المناخيه اللي بتحصل. نعم. ومن ضمنها مثلا ارتفاع منسوب سطح البحر او قله بعض الموارد الطبيعيه زي الميه والطاقه، فمطلوب من الشباب ان هم يكونوا جزء من الحل، يكونوا جزء من ترشيد الاستهلاك، يكونوا جزء من تقليل الانبعاثات، يكونوا جزء من مثلا استخدام وسائل النقل اللي هي ما بتعتمدش على الوقود الاحفوري، يكونوا جزء من الحلول اللي احنا أو ويمكن وسائل النقل التي لا تعتمد على الوقود الاحفوري دي تكاد تكون يعني قليله الاستخدام جدا او غير موجوده في مصر، يعني مع الاتجاه لوسائل النقل المتعلقه بالكهرباء تحديدا. يعني بالظبط كده. والشباب عندنا احنا بنقوم دلوقتي حاليا بالترتيب لعمل زي مواقف للبسكليتات او الدراجات الهوائيه. نعم. عشان الشباب يستخدموها يبقى فيها ليهم اماكن مؤمنة يقدروا يسيبوا فيها الدراجة بتاعتهم بشكل آمن، وبالتالي نشجعهم على استخدام الدراجة بدل من وسائل المواصلات العادية. طيب دكتور، الإسكندرية مدينة الإسكندرية الحقيقة من أكثر المدن ومن أكثر المحافظات المتأثرة بالتغيرات المناخية، خلينا نعرف من حضرتك إيه التحديات اللي بتواجه الإسكندرية وإيه طرق التكيف والمواجهة؟ بص يا فندم، هي طبعا الإسكندرية من المدن اللي
كل الدراسات بتقول ان لو حصل احتباس حراري بدرجه معينه وارتفاع المنسوب سطح البحر فهي من المناطق المهدده. عشان كده الدوله مش من النهارده بتشتغل على الموضوع ده، الدوله من خلال الوزارات المختلفه بتشتغل على التغيرات المناخيه من اكثر من 25 سنه. احنا في وزاره البيئه وجهاز شؤون البيئه من ساعه لما فتحنا او افتتحنا فرع اسكندريه واحنا عندنا مشروعات، الكلام ده من 25 سنه، عندنا مشروعات بيتم تنفيذها ودراسات عشان مجابهه التغيرات المناخيه. عشان كده عايز اطمن المواطنين ان الدوله مش اول مره تسمع التغيرات المناخيه امبارح، لكن احنا بنشتغل على الملف ده من اكثر من 25 سنه. ويمكن اللي بيحصل دلوقتي ان في زخم اعلامي حوالين التغيرات المناخيه بسبب استضافه مصر ونجاحها لاستضافه المؤتمر بتاع التغيرات المناخيه اللي هيتم في شرم الشيخ، فعشان كده في زخم اعلامي، لكن المشروعات بتقوم بها الدوله من سنين طويله. ويمكن وزاره الموارد المائيه والري من خلال هيئه حمايه الشواطئ عملت مشروعات ضخمه بمليارات لعمل حواجز امواج غاطسه لحماية الشواطئ بتاعت اسكندرية من أي تهديدات بسبب التغيرات المناخية، وما زالت المشروعات بتتم، مشروعات كبيرة بتتم لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بكميات ضخمة جدا، وفي مشروع شغال في اسكندرية حتى لسبع يعمل معالجة لسبعة ونص مليون متر مكعب في اليوم من مياه الصرف الزراعي اللي كانت بتلوث البحر المتوسط، هتتحول بدل ما كانت مشكلة بتلوث هتبقى فرصة نعيد استخدامها ونزرع بيها ال 2.5 مليون فدان اللي دعا ليهم فخامه رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي. هايل، بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور سامح رياض رئيس الفرع الاقليمي لجهاز شؤون البيئه، نشكرك يا فندم على هذه الايضاحات والمعلومات. يمكن زي ما قال دكتور سامح فكره ان مصر فعلا بتشتغل بقى لها فتره كبيره في هذا المجال، ويمكن الاستراتيجيه الخاصه بمصر كلها بتعتمد على الاتجاه نحو الاقتصاد الاخضر تحديدا.